حول هذا الموضوع معنا من عمان جولييت توما، المديرة الإقليمية للإعلام في اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيدة جولييت، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني اليوم تصريحات اليونيسف تتحدث عن حاجة لمئة مليون دولار، هل لأنه الحاجة متزايدة بعد فيروس كورونا أو لأنه التمويل ناقص؟ بالفعل بسبب تفشي هذا الفيروس في كل أنحاء المنطقة وفي بعض الدول هناك حالات جدا ضخمة، يعني إذا أردت، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، واحتياجات الأطفال معها تتزايد. إذا كنا نتحدث بالتحديد عن المياه النقية لتنظيف اليدين أو للاغتسال أو المياه الصالحة للشرب، ولكن أيضا توزيع المعلومات، وذلك لتجنب المعلومات الكاذبة والأخبار الزائفة، ومن جهة أخرى طبعا تقديم المستلزمات الصحية الضرورية لأولئك الذين يعملون على خط الدفاع الأول مثل الممرضين والأطباء والصيادلة وغيرهم، توفير المواد الأساسية من أجل حمايتهم، وهي ما نقدمه في اليونيسف. أي دول تحديدا اليوم هي الأكثر حاجة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ كافة الدول بحاجة للمساعدة بدرجات متفاوتة طبعا، يعني بإيران بسبب ارتفاع عدد الحالات بشكل غير مسبوق قمنا بإرسال 4 طائرات محملة بالمواد الصحية، بالأساس مواد الحماية للأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، ولكن أيضا مواد تعقيم اليدين والمواد الأخرى التي تساهم في حصول الناس على المياه النظيفة والمعقمات، من بينها لتعقيم المستشفيات وتعقيم المرافق الصحية الأخرى. ولكن كافة الدول قامت بالتعاون مع اليونيسف في أنحاء المنطقة كافة، من بينها دول الخليج العربي، من بينها الإمارات، من أجل تقديم المعلومات الصحيحة ومكافحة ما نواجهه اليوم من وباء آخر، وهو تفشي الأخبار الكاذبة والمعلومات الزائفة. طيب بالنسبة للتمويل المطلوب الآن، هل في قدرة لدى الدول المانحة أو هل في استعداد الآن لتقديم هذه المبالغ بظل أنه كل الدول اليوم مصابة بكورونا ولا سيما يعني الدول المانحة الأساسية؟ نعم، سؤال في غاية الأهمية. يعني في الواقع هي مناشدة نأمل أن يستجاب لها، نتوجه بهذا النداء لكافة الدول، ولكن ليس فقط للدول، للأفراد أيضا، للمؤسسات الخيرية، لمجتمعات كافة، يعني هي مناشدة للجميع، مع العلم أننا في الواقع يعني نحصل على تجاوب بشكل عام جيد جدا من الدول في العالم وأيضا في دول العالم العربي، من بينها دولة الإمارات مشكورة، تقوم دائما بسخاء بدعم عملنا من أجل الأطفال في المنطقة. طيب إذا ما دخلنا بوضع الأطفال في المنطقة ويعني بمدى خطورة هذا الوضع بالمقارنة مع المناطق الأخرى، كم نتحدث فعلا عن وضع صعب الآن مع تفشي هكذا فيروس؟ يعني الوضع في المنطقة بالنسبة للأطفال قبل أن يأتي هذا الفيروس كان وضع سيء للغاية، بالذات بسبب تفشي النزاع والحروب. يعني 25 مليون طفل في المنطقة بحاجة لمساعدات، بالذات في مناطق مثل سوريا، ولكن أيضا في اليمن وليبيا والسودان ودولة فلسطين، ويعني عدي إن شئتي. والمنطقة تأوي النسبة الأعلى في العالم للبطالة بين الشباب، ونصف الأطفال في المنطقة يعانون من الفقر، يعانون من وجه معين من الفقر، إذا كان ذلك يتعلق في عدم تمكنهم الوصول للتعليم أو المياه أو الخدمات الصحية أو غيرها. يعني فالوضع أصلا كان وضع صعب في المنطقة، اليوم أتى الفيروس ليزيد الطين بلي إذا أحببتي، ولذا الأطفال اليوم في المنطقة هم بين المطرقة والسندان، بالذات في دول النزاع. ولكن أينما
توجهنا وأينما يعني سلطنا الضوء على أي دولة في المنطقة، الأطفال يعانون من صدمة، وهذه الصدمة هي نتيجة الإغلاق ونتيجة حظر التجول ونتيجة عدم تمكنهم الوصول إلى المدرسة، الأثر النفسي الكبير الذي يتركه ذلك على الأطفال، عدم تمكن الأطفال من ممارسة الرياضة، من اللعب في الهواء الطلق، من اللقاء مع أصحابهم، من الذهاب إلى الأماكن الترفيهية مثل السينما أو المتاجر. يعني الحياة انقلبت رأسا على عقب، وهذا له أثر وخيم جدا على نفسية الأطفال وطبعا على الأهل. طيب بالنسبة أيضا يعني لي حضرتك تحدثتي سيدة جولييت على موضوع مساعدة الأفراد ومساعدة بعض المنظمات وليس فقط الدول المانحة، اليوم في كتير مبادرات شاهدناها بكل دولة بهذه المنطقة، هل المبادرات أيضا تنصب كذلك باليونيسف ولا اليوم التوجه إلى مبادرات فردية وربما محلية؟ يعني أولا دعم الدول هو دعم لا غنى عنه، يعني دول بالذات في دول الخليج في الواقع السخاء من دول مثل الإمارات، ولكن أيضا دول مثل السعودية كان عظيم وكان منقذ للحياة لملايين الأطفال في المنطقة، وهذا أمر لا يستهان به، وكلنا أمل أن يتم الاستجابة لهذه المناشدة من هذه الدول أيضا هذه المرة. نعم. ولكن هناك مبادرات جميلة جدا، مبادرات مباركة، مبادرات إيجابية للغاية، نحن نقوم بمساهمة، يعني هو واجبنا الإنساني الذي نقوم به تجاه الأطفال والعائلات في المنطقة. الله يقويكم، شكرا جزيلا لك ضيفتنا من عمان جولييت توما المديرة الإقليمية للأعلام باليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.